بسم الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الثامن. في الحصة الماضية الثامن تعرفنا إلى مفهوم الحركة وهي التغير في موقع الجسم، ثم حددنا موقع جسم ما اتجاها وبعدا بناء على نقطة مرجعية. أيضا في الحصة الماضية تعرفنا إلى أنواع الحركة وهي الحركة الدائرية، الدورانية، الاهتزازية والانتقالية، وتم إعطاء أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. ثم وصفنا الحركة بناء على العلاقة ما بين المسافة والزمن إلى حركة منتظمة وحركة غير منتظمة. اليوم إن شاء الله راح يكون درسنا يا ثامن عن المسافة والإزاحة والمقارنة بين هذان المفهومان، بين مفهوم المسافة ومفهوم الإزاحة. في بداية درسي لليوم طبعا ذاكر لي مقدمة إنه في أثناء وجود حفريات في وادي رام عثر على آثار، فطلب إلى دائرة الآثار إرسال عالم مختص، فطارت الطائرة المكلفة بإحضار العالم من وادي رم إلى عمان للتزود بالوقود، ثم أكملت رحلتها نحو محافظة إربد مكان وجود العالم، ثم عادت إلى وادي رم مرة أخرى. ما المسافة التي قطعتها الطائرة في رحلتها من وادي رم إلى إربد؟ وما المسافة التي قطعتها في أثناء عودتها من إربد إلى وادي رم مباشرة؟ وأي الطريقين أقصر؟ طبعا للإجابة عن هذه الأسئلة المذكورة في المقدمة سيتم مناقشة الاستكشاف والتفسير في صفحة 53. طبعا الاستكشاف والتفسير بيعتمد على الشكل 2-6 الذي يمثل مسار حركة الطائرة على خارطة الأردن. طبعا في البداية طبعا راح يكون كل شغلنا يا ثامن على هذا الشكل، فبطلب منك يكون قلمك معك، مسطرتك معك، وتتبع معي الخطوات خطوة خطوة. في البداية طالب منك تحسب المسافة ما بين إربد ووادي رم مباشرة، طول هذا الخط المستقيم. طبعا لما تستخدم مسطرتك يا ثامن طول هذا الخط المستقيم راح يكون 7.2 سنتيمتر، 7.2 سنتيمتر. لكن في مفتاح الخريطة المعطيني إياه في الصفحة 54 راح يحكي لك إنه كل واحد مليمتر يساوي 3.9 كيلومتر، فالمطلوب أحول من سنتيمتر إلى مليمتر. للتحويل يا ثامن من سنتيمتر إلى مليمتر بنضرب في 10، إذا أنا ضربت في 10 عشان أحول من سنتيمتر إلى مليمتر، فيساوي بتطلع عندي النتيجة 10 ضرب 7.2 72 مليمتر، لتصبح النتيجة تساوي 72 مليمتر. إذا إعادة مرة أخرى، طول القطعة المستقيمة كانت 7.2 سنتيمتر، ضربناها في 10 عشان نحول من سنتيمتر إلى متر، فطلع الجواب 72 مليمتر. 72. الآن سنقيس المسافة من وادي رم إلى عمان حيث توقفت الطائرة للتزود بالوقود. عند استخدام المسطرة سيكون الجواب 5.5، 5.5 سنتيمتر. برجع مرة تانية تامن، هو مش طالبها مني بالسنتيمتر، فبدي أحول من سنتيمتر إلى مليمتر، عشان أحول من سنتيمتر إلى مليمتر نضرب في 10، إذا الجواب كان 5.5، راح أضربها في 10 لأنه أنا ما بديها بالسنتيمتر، بديها بالمليمتر، ليصبح الجواب 55 مليمتر. إذا الجواب هو 55 مليمتر. الآن استخدم مسطرتك يا ثامن لقياس المسافة من عمان إلى إربد. المسافة من عمان إلى إربد عندما يتم قياسها بالمسطرة راح تطلع معك 2 سنتيمتر. برجع وبكرر، أنا ما بدي إياها بالسنتيمتر، بدي أحول من سنتيمتر إلى مليمتر، فراح أضربها في 10 ليصبح الناتج 20 مليمتر، ليصبح الناتج 20 مليمتر. إذا أوجدنا المسافة بالسنتيمتر ثم حولناها للمليمتر. بعد ذلك مطلوب مني أني أجمع المسافتين من وادي رم إلى عمان، بدي أجمع هاي المسافة من وادي رم إلى عمان، وبعدين بدي أجمع المسافة اللي طلعت معي من إربد إلى عمان، فبدي أجمع كمان هذه المسافة. طبعا عشان أجمعها بجمعها بالمليمتر، فبحكي 20 + 55 فتساوي 75
مليمتر، إذا النتيجة هي 75 مليمتر. إذا مرة أخرى المطلوب مني في البداية أنا يا ثامن قست المسافة من إربد إلى وادي رام، فكانت 7.2 سنتيمتر. المطلوب إني أحولها من سنتيمتر إلى مليمتر، فضربتها في 10 طلع المجموع 72. قست المسافة من وادي رام إلى عمان كانت 5.5 سنتيمتر، ضربناها في 10 عشان نحولها من سنتيمتر إلى مليمتر لتصبح النتيجة 55 مليمتر. ثم أوجدنا المسافة من عمان إلى إربد، كانت المسافة 2 سنتيمتر، حولناها ضربناها في 10 عشان نحولها من سنتيمتر إلى مليمتر لتصبح 20 مليمتر. بعد ذلك طلب مني أجمع النتيجة اللي حصلت عليها من قياس وادي رام وعمان والمسافة من عمان إلى إربد، فجمعنا 20 زائد 55 لتصبح النتيجة 75 مليمتر. الآن طالب مني يا ثامن إني أوجد المسافة الحقيقية، يعني مستحيل تكون المسافة من إربد إلى وادي رام 72 سنتيمتر. لإيجاد المسافة الحقيقية سنضرب الناتج النهائي اللي أنا حصلت عليه في الرقم 3.9، لأنه بحكي لك كل واحد مليمتر على الخريطة هو في الواقع بمثل 3.9. فشو راح أعمل؟ لاحظ، راح أخذ الجواب اللي طلع معي اللي هو 72 وراح أضربه ب 3.9، راح أضربه ب 3.9 لتصبح النتيجة. النتيجة ستكون 280.8 كيلومتر. كيلومتر. إذا لماذا ضربت 3.9؟ لأنه على أرض الواقع مستحيل تكون المسافة بين إربد ووادي رام 72 مليمتر، فبدي أحولها من مليمتر إلى كيلومتر. بحكي لك كل واحد مليمتر عبارة عن 3.9 كيلومتر في الواقع، فضربنا 72 ضرب 3.9 ليصبح الناتج 280.8 كيلومتر. ننتقل الآن إلى المسافة الثانية اللي طلعت معي اللي هي 75، فبحكي 75 ضرب أنا 75 مليمتر، فبتضربها ب 3.9 عشان نحصل على الإجابة بالكيلومتر ليصبح الناتج. إذا الناتج حاصل ضرب 75 ضرب 3.9 292.5 كيلومتر. الآن بحكي لك أي النتيجتان كان أي طريقين كانت أطول، مين كان أطول؟ طريق الذهاب لإحضار العالم أم طريق العودة من إربد إلى وادي رام؟ لاحظ أن طريق العودة كانت 280 كيلومتر، أما طريق الذهاب كانت 292 كيلومتر، فنلاحظ أن طريق العودة أقصر من طريق الذهاب، طريق العودة أقصر من طريق الذهاب. إذا ننتقل إلى صفحة 54، ننتقل إلى صفحة 54 بعد ما جاوبنا على الأسئلة جميعها 1 و2 و3 على الخريطة. السؤال الرابع كان بحكي لك قارن بين طول طريق الذهاب وطول طريق العودة، أي الطريقين أقصر ولماذا؟ طبعا الإجابة هي طريق العودة أقصر، طريق العودة أقصر لأنها كانت بخط مستقيم ولم يتوقف، ما لفينا ودرنا، يعني دغري مباشرة من إربد إلى وادي رام. إذن هذه إجابة السؤال المقارنة. طبعا من خلال هذا التمرين اللي هو الاستكشاف والتفسير راح نتوصل إلى مفهومي الإزاحة والمسافة ونقارن بينهما. طبعا بتلاحظ يا ثامن بحكي لك إنه الإزاحة هي أقصر مسار مستقيم يقطعه الجسم في أثناء حركته من نقطة البداية إلى نقطة نهاية الحركة. فلاحظ إحنا مش حكينا إنه طريق العودة أقصر من طريق الذهاب، إذا طريق العودة تسمى إزاحة، طريق العودة تسمى إزاحة، لأنه شو تعريف الإزاحة؟ هي أقصر مسار مستقيم، يعني أقصر طريق أنت مشيته، هاي بنسميها إزاحة. إذا الإزاحة هي أقصر مسار مستقيم يقطعه الجسم في أثناء حركته من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. الآن بعد ما تعرفنا إلى مفهوم الإزاحة وهي أقصر مسار مستقيم يقطعه الجسم، رح نتعرف على وحدات
الطول يقاس مقدار الإزاحة بوحدات الطول، وما هي وحدات الطول؟ يا متر أو كيلومتر. إذا وحدة قياس الإزاحة هي المتر والكيلومتر، ولكن إضافة لمبدأ قياس الإزاحة كمقدار، لازم مع الإزاحة إيش أعمل فيها ثامن؟ أحدد الاتجاه. يعني أنا بحكي الإزاحة مثلاً 54 كيلومتر مثلاً شمالا او جنوبا او شرقا او غربا. اذا بلاحظ انه الازاحه فيها كم نقطه مهمه. النقطه الاولى انه تعريف الازاحه هي اقصر مسار مستقيم يقطعه الجسم اثناء حركته من نقطه البدايه الى نقطه النهايه، اقصر طريق، اقصر طريق يسمى ازاحه. وحده قياس الازاحه هي متر وكيلومتر وسنتيمتر ومليمتر وديسيمتر الى اخره. لكن بالاضافه الى ذلك كله، لازم عندما اقيس الازاحه احددها اتجاها. ليش؟ انها كميه متجهه. شو يعني كميه متجهه؟ يعني بعطيها رقم واتجاه، بعطيها رقم واتجاه. واضح؟ الان سنتعرف الى مفهوم المسافه، الفرق بين المسافة والإزاحة. المسافة هي طول المسار الكلي الذي يسلكه الجسم عندما يتحرك بين نقطتين، ماشي؟ طول هالطريق ما بفرق قديش. كيف احنا لما جمعنا المسافة من إربد، من وادي رام إلى عمان، بعدين من عمان إلى إربد، هاي مسافة كلية. واضح؟ هذه مسافة كلية. لكن لما بدي أمشي أقصر مسافة، هاي بسميها إزاحة. إذا الإزاحة هي أقصر طريق، المسافة هي طول الطريق المسار الكلي، طول المسار الكلي الذي يسلكه الجسم بغض النظر. لاحظ إنه الشيء المتشابه ما بين الإزاحة والمسافة إنه كليهما يقاسا بوحدة الطول، سواء كانت متر أو كيلومتر. الفرق الثاني ما بين الإزاحة والمسافة إنه الإزاحة تحدد اتجاها، لكن المسافة تعين فقط بالمقدار بدون اتجاه، لأن الإزاحة كمية متجهة بينما المسافة كمية قياسية. المسافة كمية قياسية. خليني أرجع للشكل عشان نوضح أين المسافة وأين الإزاحة ونقارن بينهما. فبلاحظ لو رجعنا لصفحة 53 يا ثامن، حكينا إنه المسافة من عمان إلى إربد كانت بحدود 7.2 سنتيمتر، فهي أقصر طريق لأنه طلعت 7.2، فهذا أقصر طريق. أقصر طريق شو بنسميه؟ إزاحة. أقصر طريق يسمى إزاحة، هذه هي الإزاحة. طبعا مقدارها كان يساوي، خليني أعطيك إياها بالكيلومتر حسب ما طلع معي بالكيلومتر، فهي مقدارها 280 تقريبا كيلومتر جنوبا. لازم أحكي جنوبا لأنه الإزاحة حكينا بعطيها رقم وبعطيها اتجاه. إذا أقصر طريق كان من إربد إلى وادي رم كان عبارة عن 280 كيلومتر، وحددنا جنوبا. ليش حددته جنوبا؟ لأنه أقصر طريق شو يسمى؟ إزاحة. أما هذه المسافة الكلية اللي مشاها من وادي رم إلى عمان ثم من عمان إلى إربد كانت تساوي، طلع الجواب معنا 200، هذه تعتبر مسافة لأنه طول الطريق الكلي بغض النظر شو مشى، كانت تساوي 290 تقريبا، طلع معي 292 كيلومتر، ونحددها فقط بهذا المقدار، ما بنحددها اتجاه. إذا الإزاحة تحدد مقدارا واتجاها لأنها كمية متجهة، أما المسافة فقط نحددها بالمقدار. واضح؟ الآن نكمل في الصفحة رقم 55. في صفحة 55 في عندي مثال، المثال بحكي لك كالتالي: بدأ جسم ما الحركة من النقطة ألف وسلك الطريق المتعرج إلى النقطة باء، احسب المسافة والإزاحة لهذا الجسم. خلينا نشوف أول شيء أين نقطة البداية وأين نقطة النهاية. لاحظ هنا نقطة البداية، هنا نقطة البداية، وهنا نقطة النهاية. في البداية لما بدي أحسب طبعا في البداية شو طالب مني؟ المسافة. في البداية شو طالب مني؟ المسافة. حكينا المسافة هي طول الطريق الكلي، أي طريق مشى تسمى مسافة. فكيف بدي أحسب المسافة؟ لاحظ بدي أمشي فيهم خطوة خطوة. هو مشى من هون لهون، ثم انتقل من هنا إلى هنا، ثم بهذا الاتجاه، ثم بهذا الاتجاه، ثم بهذا الاتجاه. فلاحظ القيم عند الأسهم: 2 متر، 4 متر، 5 متر، 4 متر، 3 متر. شو راح أعمل بهاي القيم يا ثامن؟ راح أجمعها. إذا المسافة هنا شو تساوي؟ تساوي 2
زائد 4 زائد 5 زائد 4 زائد 3 ويساوي، أنا باخذ كل المسافة المسار الكلي، 2 زائد 4 6، 6 زائد 5 11، 11 زائد 4 15، 15 زائد 3 إذا الجواب 18 متر. إذا هاي مقدار المسافة، إذا المسافة هي طول المسار الكلي فمشيناه بالكامل. الآن سننتقل إلى طول المسار لمفهوم اللي بنحسب الإزاحة. كيف سيتم حساب الإزاحة؟ الإزاحة حكينا هي أقصر طريق من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. لاحظ أين هو أقصر طريق؟ أقصر طريق عندي يا ثامن رح يكون من هون، إني أمشي في خط مستقيم من هنا إلى هنا هي أقصر مسافة. لاحظ بدي تنتبه لشغلة، أنا كيف مشاها؟ في عندي من هون لهون كانت من هنا إلى هنا 2 متر، من هون لهون هي نفس هاي المسافة فتساوي 5 متر، ومن هنا إلى نقطة النهاية تساوي 3 متر. إذا أخذنا هاي القيمة وأخذنا هاي القيمة، طبعا من وين جبتها؟ لأنه هاي المسافة من هون لهون هي نفسها هاي المسافة اللي هون، واضح؟ وفي عندي هاي اللي هون في البداية 2 متر، إذا لحساب الإزاحة رح أعمل كالتالي، رح أحكي 2 زائد 5 زائد 3 ويساوي، 2 زائد 5 7، 7 زائد 3 ويساوي 10 متر، ولازم نحددها باليمين لأنه بده بالاتجاه، لأنه بده إيش؟ بده إزاحة، والإزاحة تقاس مقداراً واتجاهاً، إذا 10 10 متر باتجاه 10 متر باتجاه اليمين. طبعا في حصة الزوم ان شاء الله تعالى راح نوضحها مع بعض وراح اخليك تخططها على الكتاب عشان تقدر تميزها. وهيك بنكون قارنا ما بين المسافة والإزاحة. المطلوب منك يا ثامن كواجب لو سمحتوا، بدي منك كواجب تحل السؤال صف التقويم والتأمل صفحة 56، التقويم والتأمل صفحة 56، هذا واجب مطالب فيه يا ثامن. يعطيكم ألف عافية مس.